الاهلي بيتعادل مع طلائع الجيش في مباراه كما توقعنا ان هي مباراه صعبه. معتز، رايك في الماتش النهارده؟ طبعا الناس كلها يعني اتفاجئت بالمباراه. كابتن عبد الحميد بسيوني النهارده قدم مباراه كبيره، الناس كانت متخوفه، بعض جمهور النادي الاهلي كانت متخوفه، لكن الاكثريه كان عندهم ثقه في لعيبه النادي الاهلي اللي هم يكسبوا النهارده في ظل اللي هم بيلعبوا، يعني عايزين يضغطوا على نادي الزمالك، يعني بيلعبوا على بطوله. فالنهارده كابتن بسيوني وفريق طلائع الجيش عملوا مباراه كبيره ضد النادي الاهلي، فخلت الفرق دلوقتي بدل 2 بونت بقى 4 بونت، فالموضوع ابتدى يعني يتصعب لدرجه الناس كلها عماله تقول الدوري راح الدوري راح، لكن لسه الدوري طبعا في الملعب. على النادي الاهلي طبعا اللي هو لازم يتدارك المباراه النهارده وما قداموش حل، وده دي سمه النادي الاهلي دايما اللي هو بيلعب على كل مباراه لازم ياخد 3 بونت بغض النظر عن الاداء. حتى الزمالك اللي عايز دلوقتي، احنا انت وصلت يا ميدو المرحله اللي المباراه اللي جايه دي ما تبصش لاداء خلاص، سواء الزمالك عايز بطوله الدوري والاهلي بينافس عايز بطوله الدوري، فانت ما تبصش لاداء، انت اهم حاجه تاخد ال3 بونت وخلاص. فالنادي الاهلي ما قداموش دلوقتي حاجه بعد توسيع الفارق ده، ما قدامكش حاجه الا انت يعني تكسب كل المباريات اللي جايه وتستنى تشوف بقى نادي الزمالك بيعمل ايه. ونادي الزمالك السنه دي انا شايف اللي هو ماشي بشكل كويس، لكن النادي الاهلي عليه اللي هو يكسب كل المباريات اللي جايه. طب وائل، الاهلي النهارده يعني تحس ان اللعيبه مجهده، يعني تحس ان اللعيبه، ما اعرفش رايكم ايه، لكن انا حاسس ان اللعيبه لاول مره يمكن من فتره طويله احس ان لعيبه الاهلي محمله، يعني في الجاريه بتاعتهم، في الكور التانيه، في رايك ده بسبب ضغط الماتشات الكبير اللي اتلعب ورا بعض، ايه السبب؟ انا يمكن ما شفتش الماتش طبعا، يمكن انا كنت متابع مباراه نادي الزمالك، لكن لما تيجي تكلمني ده طبيعي طبعا، ده وارد انه يعني انت بتتكلم النادي الاهلي من ساعه ما كان بيلعب في افريقيا وبعدين في الدوري وبعدين الماتشات الاخيره دي اتضغط فيها، فطبيعي ان اللعيبه تبقى مجهده، لان خد بالك كمان النادي الاهلي بيلعب بتشكيل يعني ثابت شويه، يعني فانت اللعيبه اللي بتلعب الماتش ده هي اللعيبه اللي بتلعب الماتش اللي بعده هي اللي بتلعب الماتش اللي بعده مع تغييرات بسيطه جدا، فطبيعي ان انت هتلاقي معظم اللعيبه مجهده، فده طبيعي. فان تيجي امتى بقى ممكن يكون جات لهم في ماتش النهارده، لان هتجي لهم في وقت ان الاجهاد ده هيبان عليهم، ممكن يكون هو لسه عنده مخزون شويه ان هو قادر يدي شويه، لكن بيجي في وقت يا كابتن ميدو في الماتشات خلاص انت مش قادر من كتر التحميل على العضلات، تمام، من كتر التحميل البدني في المباريات، فده بيأثر عليك في مباراه معينه، فهي حظه ان هي جت في الماتش ده ان هو ما كانش قادر يشيل رجليه او ما كانش قادر يبقى بنفس القوه اللي قبل كده او بنفس البدن اللي قبل كده، فده طبيعي من ضغط الماتشات. ويمكن احنا كمان مش واخدين على الحته دي هنا، مش عارف ليه. لا يعني مش، لا مش واخدين، مش واخدين احنا، لا مش واخدين، مش لا لان احنا واخدين حجه، لا احنا اللعيبه بتاعتنا يا كابتن وائل، وده صدق اللعيبه بتاعتنا مش متاسسه تاسيس صح ان هي تقدر تلعب كل 3 ايوه ماتشات. عشان كده لسه بقول ما ليه، ما احنا مش متاسسين لا تحت ولا فوق حاجة. خد بالك لعيب بره من هو عنده 11 12 سنه 13 سنه متاسس ياخد شغل باور الحاجة معين. الحاجه الثانيه فوق، حتى في اوروبا انت بتتكلم ايه، هو بيلعب كل 3 ايام عنده منتخب، يلعب مثلا الاسبوع ده مثلا سبت، يلعب الاربع في المنتخب، يلعب السبت في الدوري. عندنا احنا هنا لا، مش متعودين. الدوري بيقف هنا يعني بطريقه غريبه جدا او بطريقه عشوائيه، ممكن تلاقي مثلا 20 يوم شهر شهر ما تلعبش وبعد كده تلعب في شهر، ده برضه ما بيحصلش بره، لان خد بالك انت النهارده لما بتيجي تعمل فتره اعداد وتخش في منافسات دوري ما ينفعش تلعب لي 4 5 ماتشات وبعدين تيجي تقول لي لا انا هوقف الدوري 15 يوم، انت بتكلمني اعمل فيهم ايه، فتره اعداد مصغره تاني وانا لسه عامل فتره اعداد حوالي شهرين. طيب في وقت كمان انا ما بلحقش اعمل فتره اعداد لضغطة مباريات زي دلوقتي مثلا كل 3 ايام ماتش، فدي برضو بتاثر على اللعيب، هو مش عارف هو بيعمل ايه، فما فيش نظام. لكن انت النهارده لو اسسته من بدايه موسم على فتره اعداد معينه زي ما انت بتاسس بيت مثلا، بتاسس البيت ده عارف ان هو بياخد كام دور خلاص مش هيشيل اكتر من كده، فانت بتاسس اللعيب في فتره اعداد بشكل كويس ايا كان هي 40 يوم او شهرين، هو بيأسس عليها ان هو هيلعب مثلا حد واربع او سبت وثلاث ويمشي طول الدوري بصفه مستمره على هذا الاساس. التوقفات بتبقى توقفات بسيطه للمنتخبات، تمام، اللي هي فتره بسيطه جدا اللي هي ايه زي ما قلت لك اسبوع 4 ايام 5 ايام، لكن لا عشان انت دوري تبعده، مفيش دوري بيقف فتره طويله عشان فرقه بتلعب في افريقيا فتاجل لها ده وبعد كده تخليهم ناقصهم 6 7 ماتشات. على فكره ده بيربك اي مدرب، حتى المدرب طبعا اللي هو توقف له طبعا. يعني طبعا بيربكوا، لان انت النهارده خدت اللعيبه راحوا لعبوا في افريقيا والتركيز كله في افريقيا بتاع، ايه المانع؟ انا ايه المانع يا جماعه ان مثلا نادي الزمالك والنادي الاهلي عندهم قايمه من 30 لعيب، ايه المانع ان انت تلعب عادي، انت النهارده بتلعب في الدوري، انا يعني
لا مثلا لو انت النادي الاهلي والنهارده ريحت علي معلول ولعبت محمود وحيد هتكسب، هتكسب، ادي ثقه للناس واشتغل وهتكسب. مثلا النهارده اكرم توفيق ريحته وبدات بمحمد هاني قدام بتاع، واللعيبه كلها تبقى موجوده، عشان كده انت عندك قائمه فيها عدد لعيبه. هتلعب مباراه انت مش خد بالك، يعني انت السنه الجايه واحده يعني في التوقف ده، او لو بتلعب مثلا في بطوله ثانيه ولا انت هتلعب مباراه، وبعدين التانيين دول هيجوا فاهم. لكن انت زي ما انت بتقول كده ما توقفش 15 20 يوم، ما انت هترجع بعد كده هتلعب الناس دي ازاي فاهم. خد بالك كمان انت السنه الجايه في افريقيا 40 لعيب،